اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم العمايل اللي انت عملتيها دي. عملت ايه؟ الكلام اللي انت قلتيه للصحفيين ده. على الكلام اللي قلته ما كنتش اقصد بيه بس الصحفيين، كنت اقصد بيه ناس كتير موجودين واللي مش موجودين. كنت عايزه اسرب الخبر. انت سبب قلتي لي وانا رفضت وقلت لك لا. بتحطيني قدام الامر الواقع ولا ايه؟ لا، انا بحميك يا هاشم، وبحمي نفسي، وبحمي كل اللي وصلنا له. انا اللي بحميكي، انا اللي بحميكي وبحمي البلد دي كلها والناس، مش انت اللي هتحميني. انت عارفة دورك هنا ايه؟ انت مجرد واحدة ست شيك جميلة تلبسي شنطة احمر مع جوب اسود
وتنزلي برا تفتتحي مستشفى، تروحي دور ايتام، جمعية خيرية، ده كل دورك. انا بقولك يا هشام، انا مش جاري عندك في القصر هنا، ولا موظفة من موظفينك اللي تحت ايديك. لازم تفتكر كويس قوي انك لما وصلت للكرسي اللي جوه ده، كتفي كان في كتفك، وصلنا سوا، ولا ايه؟ اللي انت وصلتي له واللي انا وصلت له بسببي انا، عشان الناس انتخبتني انا، وجودك في القصر بسببي انا، وهي كلمه واحده. اللي حصل ده مش عاوزه يحصل تاني، وياك تتخطي حدودك. انا الرئيس، عارفه يعني ايه انا الرئيس؟ وجودك هنا عشان انت مراتي، لو ما بقيتيش مراتي مش هيبقى لك وجود في القصر ده. لا 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 لا، فوق يا هاشم. انا على فكره ما بتهددش. شوف انت بتقول ايه وبتقوله لمين. انت بقيت رئيس بسببي انا، ولسه مكمل هنا برضه بسببي انا. اوعى تفتكر ان انت نجحت عشان الانتخابات وبس. الانتخابات دي يا حبيبي لعبه كبيره قوي، انا عرفت العبها صح ووصلتك لحد هنا. انت قبل الانتخابات باسبوعين اتنين بس كنت ولا حاجه. انا اللي نظمت لك امورك، انا اللي اتفقت مع طلعت وفؤاد وكمال ان احنا ننظم لك امورك، ورجعتك للمنافسه تاني، وبسم الله ما شاء الله نجحت وبقيت رئيس ووقف قدامي وبتهددني كمان. عارفه لو قلت كلمه زياده هعمل فيكي ايه؟ اقسم بالله لو كلمه زياده وحياه ولادي نازل عن رئاسة الوزراء، كلها مجرد مناصب، وبعدين الإعلام دي وزارة سجنية. بس أنا كده بقت نزلت كتير قوي. كمال باشا، يعني ما ينفعش تتنازل عشان خاطري، أصحاب وحبايب. وبعدين يا سيدي أنا مش هقول لك تعالى ننزل الشارع ونشوف أرضية كل واحد، بس هقول لك إن أنا ممكن أحاول العطاء لفريد حسان، وساعتها هنخسر أصوات كتير قوي. ولا يا طلعت باشا؟ رئيس الوزراء هنا زيه زي اي وزير، دي كلها مجرد مناصب. احنا هنا كلنا شركاء في اداره الدوله. هنا بتتقسم التقسيمه وكل واحد بياخد نصيبه، وانت ما شاء الله نصيبك قد كده. انا كل اللي عايزه بالاتفاق مع اللواء طلعت طبعا حته قد كده. أنا صبرت عليها كتير جدا، أعتقد جه وقتها وزارة ولا أي حد دريان بيها وملهاش دعوة بالشعب. الثقافة
هاشم عنده أرضية كبيرة بس فؤاد برضو عنده كتير، ومن غيره هاشم ممكن يخسر. بس الحكومة لازم تبقى مدنية، الناس مش هتقبل غير كده. الحمد لله مدنية من زمان. أنا آسفة إن الظروف ما سمحتليش إن أشكر حضرتك قبل كده، إنك ساعدتني في حل مشكلة سمية ومنة. لا لا، الموضوع مش مستاهل. أنا برضو كان لازم أقول لك مبروك. بهجة قال لي إن في مشاكل و مفيش مشاكل ولا حاجة يا عمر. لو عايزة تتكلمي في أي حاجة أنا تحت أمرك. كل اللي أنا عملته علشانه هو كأني عملت حاجة. بينكر دوري ووقفتي جنبه في الانتخابات. ما شافش الأيام اللي فاتت دي أنا عملت إيه عشان أحافظ عليه وعلى الكرسي بتاعه. نسي يا عمر. نسي. تمام سيادتك. ايه الجديد؟ بدأنا نسترجع شوية بيانات من على الهارد. بيانات هتوصلنا لشيء مهم ولا هتدوخنا وراها؟ لا إن شاء الله هتوصلنا يا فندم. احنا بس هناخد شوية وقت. لا أنا ما عنديش وقت، الرئيس فاق وأكيد هيسأل عن اللي حصل. لو ما كناش نقدم له حاجة ملموسة يبقى احنا بنهزر ومش شايفين شغلنا. أوعد حضرتك يا فندم هنوصل للنتيجة في أقرب وقت. بعد إذن سيادتك. اتفضل. أيوه. امتى حصل الكلام ده؟ ازيك يا دكتور؟ احنا كنا متفقين على حاجه وانت قبض التمن. ما هو اللي حصل يا دكتور ان انا اصلا كنت درايف. ايه اللي حصل؟ ما عرفتش ولا ايه؟ ممكن بس حضرتك تديني فرصه اشرح لك. سميه اغمى عليها، ما كانش ينفع اسيبها، خدتها وديتها المستشفى. هتحكي لي قصه حياتك ولا ايه؟ انا طلبت منك حاجه وانت ما نفذتهاش، كان في حاجه ناقصاك؟ يا دكتور بقول لحضرتك كانش ينفع اسيبها، انا بني ادم. ولا اللي عملتك بني ادم؟ انت ناسي انت كنت ايه؟ انا انت كنت جاي عايل مقشف من الارياف، وانا اللي دخلتك الجامعه وصرفت عليك، ولما اتخرجت عينتك معيد. لا وايه، عينتك كمان مدير تحرير اكبر مجله في البلد، وكنت بتقبض على قلبك مرتب قد كده، وجبت لك بيت وعربيه. عرفت كله ليه؟ عشان تنفذ اللي بطلبه منك. حضرتك بتعايرني يا دكتور. اه، ولو ما نفذتش اللي انا بطلبه منك تعتبر نفسك انتهيت. وانت عارف انا ممكن اعمل ايه. خلي بقى انسانيتك تنفعك يا حبيبي. ماشي يا دكتور. استاذ اكرم اتفضل معانا. انتوا مين واتفضل معاكم فين؟ ما تخليناش نستخدم معاكم اسلوب تاني. اتفضل. الحساب ده محمي باكواد معقده قوي. بنك ماليزيا هيسيب حساباته مكشوفه بالسهوله دي؟ ما احنا برضه يا فندم ما بنستخدمش اساليب سهله. تعرف حضرتك احنا من العصر واحنا محمد عايز نتائج. ما تكلمنيش عن انجازاتك قبل ما اعرف الحساب اللي بعت فلوس لربيع ده بتاع مين. انتوا بتستهبلوا؟ ازاي نوجه تبقى عيانه ما حدش يقول لي؟ ما وديتوهاش المستشفى ليه؟ بابا ايه دلوقتي؟ خلاص خلاص مش عايزه رغي كتير، انا هبعت لكم حد حالا يوديها المستشفى. مع السلامه. مساء الخير يا هنا. مساء النور. على فكره انا خلاص عرفت غلطتي، اسفه ان انا اربكت لك حساباتك. انا مستعده اعمل اي حاجه تطلبها مني. انا مش جاي عشان كده. امال سيادتك جاي عشان ايه؟ الخلافات اللي حصلت دي وانك تتصرفي بالشكل ده. والله يا سياده اللواء دي مساله شخصيه.
مفيش حاجة بتحصل هنا في القصر شخصية. استقرار البلد من استقرار القصر. وحتى لو في مشاكل شخصية بنتجاوزها في بعض الأحيان عشان المصلحة العامة. سيادة اللواء، أرجوك يا هانم اسمعي نصيحتي كويس. ده الوقت اللي الكل بيتجاوز فيه عن مشاكله الشخصية في سبيل المصلحة العامة. وده الدور اللي أنا مستنيه منك. هاشم، ازاي يا مريم؟ عايزة نبطل نقف على الواحدة كل واحد فينا. إذا كنت أنا عملت حاجة كنت شايفة إنها في مصلحتي وفي مصلحتك فأنا أسفة حبيبي، بس من فضلك والنبي بلاش نتكلم مع بعض بالطريقة دي. ممكن؟ ثاني اعمل ايه بعد اللي انت قلتيه وعملتي؟ اللي انا قلته ده كان رد على اللي انت قلته لي. انا اي نعم قلت كلمتين ما لهمش لازمه، بس هي زلت لسان مني. هتعاقبني عشان زلت لسان؟ هاشم انت ما تعرفش المرحله اللي انا عديت بيها. انا ما كنتش بنام من ساعه ما دخلت المستشفى لحد ما خرجت. اكيد ده وصل لك. ينفع في الآخر تبقى مكافئتي منك إنك تقولي تلبسي حلو وتطلعي قدام الناس وشو؟ خلاص 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 يا مريم. أنت كمان اللي عملتيه ما هو مش عين أبدا. أنت تخططيني ودخلتي في سياسة الدولة. أي نعم أنا باخد رأيك في كل حاجة، بشكك في كل حاجة، بس مش بالشكل ده. أنا خلاص أنا أسفة، أنا عملت كده عشان كنت خايفة مش أكتر. أنا قلنا إيه؟ طول ما أنت جنبي وأنا جنبك مفيش خوف، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ طمني عليك، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا منى؟ اهلا يا كمال، ازيك؟ يا ماما انت كويسه ووشك بيبك من الدم، انت بتدلعي علينا نوجة. هو يعني لما تدلع شويه في اخر ايام الهوا اللي في الفندق ده يرد الروح. فندق ايه يا نوجة؟ دي مستشفى. ما هي دي بقى المستشفيات اللي بنخشها لما يكون عندنا ظهر. بعدين ايه اخر ايامك دي؟ ده انت لسه قدامك قد اللي عشتي. طب ايه رايك بقى؟ هدور لك على عريس. يا واد بطل بقى. مالك ايه؟ انت زي الفل ولا تعبانه ولا حاجه؟ مين قال لك ان انا تعبانه يا حمار؟ انا زي الفل. بعدين هو عزرائيل يعني هيفرق معاه تعب ولا غيره؟ ده عبد المأمور. طب انا حاسه ان انا قرده، حاسه انه يزورني قريب. انا تعبانه يا رجل، عايزه ارتاح.
ادعي لي بالراحه، ادعي لي انه ياخذني بحضني. عملت لك ايه؟ مش لازم تكوني عملتي له حاجه يا سميه. مهم بالنسبه له المقابل. شفتي؟ شفتي اللي كان هيحصل لك بسبب اللي انت بتعمليه؟ بسبب اللي انا بعمله؟ انا السبب يا كمال؟ ايوه انت السبب، مفيش حد غيرك. تصرفاتك هي اللي وصلتك لكده، وكانت هتوصلنا كلنا الوضع صعب لولا ربنا ستر. لعلمك لولا اللي انت وصلتي له واللي حصل لك واللي انت برضه السبب فيه، كان زمانك دلوقتي في مكان تاني خالص، ها؟ في القصر جنب هاشم. يعني انا اللي غلطانه دلوقتي؟ انا اللي غلطانه؟ طبعا، ما انت عمرك ما هتبقى ضد صاحبك. عمري كله وانا جنبك يا سميه. انا معاكي. انا اكتر حد حاسس بيكي، عشان كده كنت حاطط عيني عليكي علشان ما تأذيش نفسك. كفايه بقى، كفايه بقى، انت مش واصي عليا يا كمال. كفايه، انا زهقت، تعبت، مش قادره استحمل اكتر من كده. بس يا رب كفايه، يا رب اموت، يا رب اموت علشان كلكم تستريحوا مني. يا رب اموت. اكسر عليك، بليز يا امك، بليز سيبنا دلوقتي. منى خلي بالك منها، انا ماشي، لو احتجتوا اي حاجه في اي وقت انا موجود. ايه الحكايه يا نوجه؟ يعني عامله فيها بتفيصي وبتضحكي علينا عشان تجمعينا كلنا هنا ولا ايه؟ ما انتوا ما بتتجمعوش الا في المصايب، اعمل لكم ايه؟ وانا اللي قلت هتبغدد على حس بنتي مرات رئيس الجمهوريه، اتاريني اتبهدلت وتحقق معايا حاجه قله قيمه؟ مش قلت لكم ما بتتجمعوش الا في المصايب؟ ومنتي بس بالسلامه، واحنا ان شاء الله نتجمع من غير مصايب. طب ما انت حلوه وزي الفل اهو، مخليانا قلقانين عليكي ليه؟ قال يعني جاي عشاني. تصدقي بالله انا اللي غلطانه اني جيت، انا بنتي اولى بيا. هل عايزه تتبقى تتقال؟ مش كفايه النعيم اللي هي عايشه فيه؟ قالوا انا اللي كنت فاكره انها بتخلص وبتطلع في الروح، طلعت زي العتعوت. قالوا قاعدين يهزروا كمان. يا ماما حرام عليكي، نوجة فعلا بتطلع في الروح، بس هي يعني متشلعة بالحبة اللي فاضلين لها دول. وفي ايه يا ماما؟ انت ليه بقيتي قاسية قوي كده؟ قاسية؟ أنا بقيت قاسية؟ وأنا عملت إيه بالحنية؟ ما انا ياما حنيت وياما طبطبت وياما دلعت، جرالي ايه؟ اتدهست بالجزم. ومن مين؟ من اقرب الناس ليا. بقى يا بنتي دي مش اسمها قسوة، دي جموديه، دي قوه، وانا عايزاكي تبقي قويه وجامده كده، عاوزاكي تبقي زي اختك. على فكره الواد جمال جوزك عاجبني قوي، عارف هو بيعمل ايه وعاوز ايه، باصص لفوق، بصي لفوق زيه، خليكي جامده
قولي لي، هو الواد جمال جوزك فين؟ عاوزاه؟ معرفش يا ماما، بيكلمني في التليفون. هو ايه الشغل اللي بينك وبين جمال يا ماما؟ شغل مصالح، ملكي الصالح بيها كده. يبقى احنا رسينا على اربع حتت. اربع حتت ايه؟ هو احنا بنبيع مقاطع قماش يا واد انت؟ لا، احنا بنبيع نسوان. عيب عيب، ما تتكلمش معايا بالطريقه دي. دول بنات محترمه وهيتجوزوا رجاله محترمه بشرع ربنا. شرع ربنا، هو شرع ربنا ان احنا نجيب بنات عندهم 10 سنين نجوزهم لرجاله قد ابهاتهم، وتقولي ان ده شرع ربنا؟ ايه يا ابني، هو انا قلت لك 10 سنين بالظبط؟ 13 14 تكون البنت منهم نضجت كده وبقت مستويه. ايوه، وبعدين الرجاله عاوزين كده، احنا مالنا يعني؟ عاوزين ياخدوهم يكبروهم ويخلوه بني ادمين وبعدين يعلموهم الدين الصحيح، ايه مشكلتنا احنا؟ الله، وبعدين بناتها هيتنغنغوا واحنا كمان هنتنغنغ. اهم حاجه النغنغه. بقول لك ايه؟ انا عاوزاك في موضوع اهم من ده كله. حاجه غير الموضوع ده؟ ايه؟ عاوز اعمل حزب. تعملي حزب؟ حزب. انا اتفقت مع الواد سامح ان احنا نعمل حزب، وعاوزاك طبعا تساعدني في الموضوع ده. ايه بقى، هتعليني عضو في الحزب بتاعك؟ لا لا، تنفعش. انا عاوزه منك تجيب لي شويه عيال من الصيع بتوعك دول، شويه حبشكات كده، عشان توقف الحزب على رجليه. ايوه، وتعمل له الدعايه، انت الوحيد اللي تقدر تعمل كده. ازاي بقى؟ هو انت ما تعرفش ان الرجاله اللي هيتجوزوا البنات دول هم اللي هيمولوا الحزب؟ لا والله. والله، وكده نبقى جملناهم واستفدنا. انا استفدت وانت استفدت. ويا ترى بقى ناويه تسمي الحزب بتاعك ايه؟ الحقيقه ما فكرتش في الحكايه دي، بس انا كل اللي نفسي فيه ان اعمل حزب وابقى عضو في البرلمان. ايوه، وليه ما رشحش نفسي في الرئاسة؟ هو أنا أقل منهم في إيه؟ كلهم بيعملوا كده. يا سلام، ويبقى كلنا زي بعض، فاست فاست كده. إيه فاست فاست دي بتاعتك؟ يعني وش وش. ربنا يهدي. اسمعوني بقى بنت يا مريم، خلي بالك من أختك. أختك بتحبك، هي بتغير منك لكن بتحبك، وانتوا مالكمش غير بعض. سيبك من أمك، أمك خلاص قلبها مات من زمان، مات من اللي العمل فيها، ما بتحبش حد. وأنا قلتلك من الأول لو لقيتي الحب امسكي فيه، هي دي الحاجة اللي ناقصاكي. وانت يا رجب خلي بالك من بناتك، ما تضيعهمش من ايديك. وخلي بالك من البنت دي، هي دي اللي هتطول عمرك. عايزاكوا لما تفتكروني تضحكوا،
افتكروا اللمه الحلوه دي. كلب فقري النتيجة اللي وصلنا لها خطيرة جدا يا فندم. الحساب طلع باسم شركة الفريد ودي واحدة من شركات فريد حسان. ما كنتش عارف اني بحبها قوي كده. ساعة ما جات لي وخدنتي في حضنها زي ما كل روح رجعت لي تاني وعرفت قد ايه انا بحب بناتي. ساعة ما شفت مريم ومنال حسيت ان كياني كله اتشقلب. كان نفسي تفضل معايا شوية كمان. كان نفسي نتجمع. هتتجمعوا ان شاء الله وهيفضلوا حواليك. وبعدين منال اهي هتجيب لك عيل تعيش وتتهنى بيه وتهنيه. وبعدين انا هفضل جنبك وفي خدمتك هعمل عليك حياتك ودنيتك زي ما انت مالي عليا حياتي ودنيتي. كل ما تيجي سيرتك انا هضحك. انت عارفه ان انت كنت الحب الوحيد اللي في حياتي وانا بعدت عنه بس انا عمري ما نسيته مش هنساه والله العظيم. كديت. بس انا عماله نازع في نفسي انا عماله احارب لوحدي يا نوجة. عايزه حد يطبطب عليا. انا محتاجه حد يطبطب عليا قوي. انا نفسي اكون زيك الاقي حواليا كل الناس اللي بتحبني. بس أنا خايفة أموت لوحدي.
خلينا نموت لوحدي يا روجة، خلينا نموت لوحدي. في ماضي لازم يتنسي ويتنسي.